استضافت محافظة المنيا بصعيد مصر على مدار يومين المنتدى الإقليمي الذي نظمته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو عبر مكتبها الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا حول مستقبل المدارس الحقلية للمزارعين بهدف تعظيم النظم الزراعية والغذائية المستدامة بالمنطقة. Number one, through farm field school, they can use new variety. This variety can increase the yield substantially. Second one, they can use very good and for drill irrigation from flood irrigation. So in this case, not only save the water, but also increase efficiency of water. Number three, and use balanced fertilization. It's a better fertilization, increase yield. And today we found an amazing result how to make the sustainable agriculture here. The modality of reducing the pollution in the world, reducing the use of pesticide. And the innovation modality, they can mix the fertilizers themselves. They reduce 61% of the normal quantity used each year. وخلال فعاليات المنتدى حرص المشاركون من ممثل الحكومات والميسرين وخبراء من دول منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا على تبادل النقاش ميدانياً مع المزارعين للوقوف على تجاربهم والاستماع لقصص نجاحهم والرد على تساؤلاتهم فيما يتعلق بتحديات تغير المناخ وإيضاح كيفية مساهمة مدارس المزارعين الحقلية في التحول الريفي ومساعدة المزارعين على تحسين سبل عيشهم. وعبر ورشة العمل الرئيسية تم تقديم التوجيه الفني لتعزيز قدرات مدارس المزارعين الحقلية وتحديد التحديات والأولويات في تنفيذها وإجراء العصف الذهني حول مستقبلها بهدف التحول الشامل والمستدام لنظم الأغذية الزراعية وتعزيز التواصل بين أعضاء المجتمع العالمي لمدارس المزارعين الحقلية ورفع مستوى مدارس المزارعين الحقلية وتوسيع نطاقها استراتيجياً في المنطقة والمضي قدماً. وهذا التحول يستوجب تزويد المزارعين بالمعارف والخبرات التي تسمح لهم بتأدية دورهم بشكل فعال نحو تحسين مشاركتهم في صناعة القرار وتسريع تحول المنظومة الزراعية والمزارعين الحقليين ولذلك فإن مدارس المزارعين الحقلية تعتبر أداة مهمة جدا لتحقيق هذا الهدف. Farmer Field School helped build the social capital, human and social capital, I would say, drawing on the farmers' capacity and capability to problem solving, analyzing their environment and their context, adapt to changing climate, changing environment, and that is very important in rural transformation. يأتي اهتمام الفاو بهذا المنتدى في الوقت الذي تواجه فيه المجتمعات تحديات متزايدة تتعلق بالأمن الغذائي والضغط على الموارد الطبيعية وتغير المناخ لتظهر الحاجة إلى تحسين مشاركة المزارعين في صنع القرار وأولوية تسريع تقدم المجتمعات نحو أنماط إنتاج وتوزيع واستهلاك أكثر استدامة الأمر الذي معه يمكن أن تكون مدارس المزارعين الحقلية التي تسلك نهج التعليم التجريبي أداة رائعة لتمكين المزارعين بوصفهم عوامل تغير في نظم الأغذية الزراعية المستدامة والتحول الريفي.